ثمانية أشهر من حلم طال انتظاره، تحققت فيها الأماني ونال ما كان يتمناه. الشاب أحمد الحجاج من أوائل شباب مديرية جبن في إشعال ثورة الشباب السلمية. بعد انقلاب الميليشيات الانقلابية التحق في صفوف المقاومة الشعبية بمديرية جبن، وبعد سقوطها توجه إلى جبهة مريس واختار مقدمة الصفوف الأمامية. حاولت أسرته إقناعه للعودة إلى الديار وإقامة مراسم زفافه، لكنه أقسم أن لا يعود إلا منتصرا أو شهيد. فالجهاد دربي والمعارك ملعبي وشهادة مطلبي، وأنت كما يعلم الجميع أن هذا الجماعة لم تبقي ابتسامة في وجه الطفولة ولا راحة في صدر المواطن، أما يريد أن يخضعوا الناس لهم أو أن يبطشوا بهم. سوف تزفوني إلى الجنة، هكذا قالها لزملائه. وفي يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 ميلادية ارتقى شهيدا في معركة قطاع يعيس وزف إلى جوار ربه. الشهيد أحمد علي الحجاج فضل الحور الحين، كان حيث كانت أسرته تريد تزوجه وهو رافض، إلا أن يعيش في المتارس وفي الجبهات واصطاب عدة مرات. هنا في مقبرة الجبارة ودعا أبناء الضالع شهيدهم الحجاجين، وبالجوار دفن زميله بلال الجحدري من أبناء محافظة إب، واللذان استشهد معا في نفس المعركة. واندمجت الدماء مريس دمت جبن الضالع إب في كل المناطق، ومن أجل هدف واحد، رحمة الله على الشهداء الأبرار، وكانت متارسهم بيوتهم. رحمة الله عليهم منذ عرفناهم في دخولهم منطقة مريس مرابطين في مواقعهم، لن يتغيبوا أو يتأخروا عن هجوما كان للجبهة. هنا ذابت كل الفوارق وعانقت الضالع إب، هنا اجتمع الهدف الواحد، الحرية والكرامة والسعادة الشرعية. عبد العزيز اللي يمن شباب الضالع. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.